أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الوزارة تعمل على 3 محاور تؤثر إيجابياً على جودة الحياة الكريمة للمواطن المصري. وأضافت وزيرة التضامن أن محوران من المحاور 3 يؤثران بشكل مباشر على السلوك السكاني واتجاهات الأسر نحو الإنجاب، وهو أولاً التأثير على القوى الاقتصادية، وثانياً التأثير على القوى الناعمة. وزارة التضامن بتعمل على 3 محاور، منهم محورين بيأثروا تأثير مباشر على السلوك السكاني وعلى اتجاهات الأسر نحو الإنجاب، وهو التأثير على القوى الاقتصادية والتأثير أيضا على القوى الناعمة، سواء محفزات أو تقديم حوافز إيجابية أو الحرمان منها، مش كعقاب بس كتحفيز الأسر ناحية أنها تتبع السلوك الإيجابي.